أنا الزعيم. عادل إمام زعيم الفن وملك عرش النجومية، هو الطالب المشاغب وضابط المباحث والإرهابي والموظف ورجل الأعمال. هو الزعيم اللي صدقته في كل أدواره، هو عادل إمام، صاحب مفاتيح أبواب الفن والنجومية اللي امتلكها لأكثر من 60 سنة وخلته الاستثناء في كل الأجيال. بدأ مسيرته مع الكبار بوقوفه قدام أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس في مسرحية أنا وهو وهي، ومع شادية وصلاح ذو الفقار في مراتي مدير عام، وأثبت نفسه مع رشدي أباظة في نص ساعة جواز، لحد ما بقى نجم الأفيش اللي صورته على مدخل أي سينما أو مسرح بتكون سبب كافي عشان الجمهور يقطع التذكرة ويخرج يردد تعبيراته ولزماته. فضحك الجمهور في مسرحية مدرسة المشاغبين وشاهد ما شافش حاجة، وأبدع في البحث عن فضيحة والبعض يذهب للمأزوم مرتين ورجب فوق صفيح ساخن، عشان يبقى نجم الشباك وأسطورة المسرح وأستاذ الدراما اللي كان ليها نصيب كبير من نجاحه بأحلام الفتى الطائر ودموع في عيون وقحة. ومع كل النجاح اللي عاشه عادل إمام في السبعينات، إلا إنه كان مجرد فصل أول من كتاب نجومية عادل إمام اللي كمله لما تخلى عن الكوميديا بفيلم المشبوه سنة 81 في مغامرة كبيرة راهن فيها على موهبته اللي أثبتت نفسها، وصدقوا الجمهور في الدراما زي ما آمن بيه في الكوميديا. ومع إن فيلم المشبوه كانت ولادة جديدة لفن عادل إمام، إلا إنه فضل جزء من نجاح أكبر ومغامرة أكبر قدمها الزعيم مع المؤلف وحيد حامد والمخرج شريف عرفة، وده في الخماسية الأشهر اللي جمعتهم بفيلم اللعب مع الكبار والإرهاب والكباب والمنسي وطيور الظلام وأخيرا النوم في العسل، واللي أدت مشوار عادل إمام لون مختلف. ورغم ظهور جيل جديد من شباب النجوم في أواخر التسعينات واللي قدروا يكسبوا أرض كبيرة من نجوم السبعينات والثمانينات، لكن فضل عادل إمام هو الزعيم ونجم الشباك بأفلام التجربة الدنماركية وعريس من جهة أمنية والسفارة في العمارة. ومع التواجد الكبير ده رغم المنافسة الشبابية الشرسة، اكتسب عادل إمام زعمته اللي تحولت من مجرد اسم لواحدة من أشهر مسرحياته للقب لازم نجاحه ووصف تعلق الجمهور به. ومع اعتزاله اللي أعلنه ابنه المخرج رامي إمام، يكون أسدى الستار على تاريخ فني استثنائي لم يتكرر، وهيفضل عادل إمام هو الزعيم.